احكي. انا فكرت يا جلال وشفت انه ما بينحكى بالمصاري بيناتنا لانه كرامتنا فوق كل شيء. خلي مصاريك بجيبتك يمكن يحتاجوها اولادك. فهمني شو بيعني هالحكي. واضح حكي يا بيع الكباب. كل شي بش عيشتني يا وقتها رح خليك تعيشه نفسه. العذاب، السجن. رح خليك تفهم شو يعني تفوت على القبر وانت عايش. رح تفهم هالشي. رح تشوف الفيديو تبعك على الانترنت بعد شوي. ها؟ اللي نحن فيها نعرف مو حنان اللي قتل التحسين مديرها قدرت. ايه منيح كتير بابا، يعني المدير اخيرا بين على الساحة. ايه يا ابني بين مديرها. منيح لك، أن اسمعني شوي. عم اسمعك. شو رأيك نعمل حفلة ترحيب كرمال خاطر مدير حنان؟ كرم معقول يا ابني؟ المنيحة ما بدها سؤال، عمل بدك اياه فورا. لكن استنى خبر مني. يلا عم استنى ابني. ايه حنان، ايه احكي يا ابني. كرم موجود هون ببيت الحنان. ايه بعرف هالشي. خبرني انه بده يعمل مفاجأة لقدرة. لا تقرب علي يا مجد، خليه يتصرف على راحته. بأمرك بابا تكرم. ابني بدي اطلب منك شغلة ضرورية ولازم تعملها بأسرع وقت ممكن. شغلة مهمة كتير وبدي اياك تستخدم كل شطارتك فيها. شو هي؟ اسمعني كتير منيح يا مجد، بدي منك توصل للفيديو الأصلي اللي معهون. هذا الفيديو بيشكل خطر كبير علي. لا ايه وخده، يلا لاحق هدول المجرمين. بدك يعني لاحق المجرمين قلت لي؟ ماشي. وانت كمان رح تساعدني. هلأ أنا وقت أوصل لعند خلدون رح ورجيه مجموعة من الصور. انت وصل له خبر لحتى يتعرف على الصور، لانه ممكن يكون الفيديو بايدين المجرمين. طبعا ممكن، بس بيكون قدرة طلب منهم انهم يحذفوه. بابا حتى لو حذفوه نحن بنقدر نرجعه. انت لا تاكل هم. تمام يا مجد، خلدون بيحل هالقصة. عم يطلع منكم يا عائلتي الماز. يلا خلصوا أبوكم.